المصريه المغربيه ونصف اخوتي المغاربه. وهذا الولد الذي اسمه عمر، انا لا اطلق عليه اسم عمر لانني كبير العائله، وبالنسبه لي عمر بن الخطاب هو الرمز، هو المناره. إذن هذا الطفل جده عربي بدوي من صحراء تونس، هو الذي استجار بكم هنا، وجده الآخر من الريف من الحسين بالضبط. فكيف يمكن لهذا الطفل الذي اسمه عمر المرزوقي أن يطلب منه أن يختار بين شتيه، أن يختار بين يعني مكونات شخصيته، ونحن هنا في هذه البلدان كلنا ذلك الطفل. وبالتالي رحماكم اتركوا كل هذه المشاكل التي قضية الهوية. نحن الشعوب العربية بالأمازيغية المسلمة، ونحن سنقود الاتحاد المغاربي على هذا الأساس. النقطة الثانية التي أريد أن أعرج عليها في تصوركم لهذا الاتحاد هو أنه اتحاد شعوب حرة ودول مستقلة. شعوب حرة بمعنى أنها شعوب تحصلت داخل فضائها الأقليمي القديم على كل حقوقها في الحرية، في كل حقوق الإنسان، في العدالة. هذه الشعوب الحرة والدول المستقلة هي التي ستبني هذا الاتحاد. وتعلمون أن الاتحاد الأوروبي مكون من جمهوريات